طفح الفراشة. هلا انا ما وضحوا لي، ما وصفوا لي، بس لنفرض انه فراشة، لنفرض اعطيناها ستة. كم بياخذ ستة؟ كم ستة صح. والباقي ما في شيء تاني، ما هي ما في غير هالطفح، ومو بس على الوجه كمان على الظهر. يعني عليكي، وبالتالي ما بتزبط زئبة. هذا شو إذا افترضنا إنه العيار 81، وإذا افترضنا إنه فعلا الإصابة هي طفح فراشة. ممكن تكون زئبة تحت حادة، لأنه كمان بتطلع بالظهر وشكلها حلقي وكذا وهيك. عم نتخيل نحن، مو حاطين صورة تمام، بس عم نضرب احتمالها. وبالتالي ما بتزبط زئبة. ليش؟ ما عندي العدد الكافي من النقاط. طيب هلأ الفلير ل التهاب مفاصل رثياني بتزبط هي هون يا ترى؟ شو يعني فلير لالتهاب مفاصل رثياني؟ او ثورة او يعني تجمع حادة على ارضية مزمنة. حلو، طيب انتي قلتيها، معناتها شو الشي اللي بينفيها او بيأكدها لهي الاصابة هون؟ يعني قبل مثلا بده يكون عنده رسياني. ممتاز، حلو، بده يكون في عنده قصة رسياني، عم تشكي المريضة من رسياني وصلها فترة عم تتعالج بس ما انضبطت. وغالبا هي القصة بتصير ببداية العلاج، او بكون مثلا عم يعطوا جرعة ميتوتريكسات لفترة، بعدين ما تعود تكفي ويضطروا لمثبطات. يعني بيكون هذا رسياني غالبا ايجابي الار اف بعيارات عالية، هذا اللي بيكون هيك ثقيل على المعالجة وما بيستجيب وبيعند، تمام؟ فبده يكون في عندي قصة معاناة حقيقية، بده يكون مشخصة رسياني سابقا، تمام؟ لحتى اقول والله انه في عندي فلير. اما شخص رسياني بس من ايجابية الار اف، هذا عين الغباء. ليش؟ لانه مثل ما قلنا نحن ما بنشخص تحليل مخبري، وانما بنشخص مريض. تحليل مخبري من دون اصابة مفصلية رثوية حقه شو؟ فرنج. هذا السؤال مقابلة كانت عم تسأل الدكتورة، تمام؟ كانت عم تسأل الطلاب انه مريض حلل تحاليل هيك وطلع عنده الار اف ايجابي، او انه مريض في عنده قصة عائلية لرسياني وحاب يطمن على حاله وعمل ار اف وطلع عنده ايجابي، شو بتتصرف معه؟ وبالتالي كل الطلاب بلشوا بقى يخترعوا اختراعات. طالبة واحدة بس قالت لا بدي اسأل واستقصي، بدي اعمل استجواب وفحص سريري يعني توجه، فهي وقت اخذت علامة تامة. ليش؟ لانه هي قبل بيوم كانت حاكي هالمعلومة بالمحاضرة، تمام؟ فانتبهوا كتير للمعلومة، كتير تحبها الدكتورة. انا ما بشخص مرض مفصلي من تحليل، يعني الار اف ايجابي ما بقول والله هذا رسياني وخلص بمشي بهالسياق، لا، لانه ممكن يتواجد بعيارات منخفضة عند الاشخاص الطبيعيين. وكمان هو شو؟ بغياب او بظل غياب اصابة مفصلية ما له اي قيمة، حتى اضداد النوع يمكن ان تتواجد بعيارات منخفضة مثل ما قلنا عند الطبيعيين. معناتها كان في عندي معايير للرسياني، إصابة 4 ل 6 ل 10 مفاصل صغيرة بتاخد يمكن 5 نقاط، في عندي إيجابية الـ RFC RB CCB هدول الأضداد السيترولينيتد اللي بتيد المنزوع الحلقي، هذا تذكرتوهم، هدول المعايير CRB الـ ASR. الإصابة صلى 6 أكثر من 6 أسابيع، تمام؟ كل ما اجاني المريض بمرحله مزمنه اكثر، كل ما هذا الشيء بيوجهني اكثر للرسياني. اما الاصابات اللي بتجي بشكل حاد، لا، بتوجه اكثر للخمجي، للنقرس، للاعتلالات سلبيه المصل، او يعني اشياء اكثر هيك، ما بتوجه للرسياني بالحالات الحاده. غالبا بيكون المريض له فتره عم يعاني يبوسه صباحيه الى اخره، يعني بتكون القصه كلها مختلفه. طيب عندي داء النسيج الضام المختلط، وعندي الذئبه المحرضه بالادويه، ناقشهم. شو هاد داء النسيج الضام المختلط؟ اظن يعني هذا انا استغربت ليش ما موجود بالمنهاج بصراحه، رغم انه هو مرض مهم، بس انه هو هيك يعني من اسمه بيكون فيه فايت بالحيط معايير من كذا شغله، تمام؟ اهميته انه كان في نوع مميز من الاضداد، في اسمه الاضداد الار ان بي، بس يعني ما ظابط هون لانه ما في عنده اعراض مفصليه، أعراض رسوية أخرى. ما لح أشرح عنه هذا المرض لأنه شبه مو مطلوب، تمام؟ ما موجود، ما ذكرته ولا أي دكتور بمحاضراتنا، فيعني يكفي الاستبعاده أنه ما بدنا، تمام؟ لأنه لو بدنا، لو مو معقول حط لكم إياه يعني هو مو مطلوب. بيبقى عنا بس الذئبة المحرضة بالأدوية، شو الشي اللي بينفيها وشو الشي اللي بيأكدها. هلأ معايير الذئبة المحرضة بالأدوية، سؤال فحص، تمام؟ نحفظون هنن تقريبا 6 جمل. بصم: الدبل ستراند سلبي، متممي لا تنخفض، الضاد الهستون ايجابيه، هم حاطين لي اياها،
تزول الأعراض يعني خلال عدة أشهر من إيقاف الدواء، ونسبة الذكور تساوي الإناث. هي معلومة كتير مهمة، ليش؟ لأنها تخالف الذئبة الجهازية. الذئبة الجهازية شبهها نسبة الذكور الإناث أكثر من الذكور، 9 على 1. هي الشغلة هون عندي مو موجودة، تمام؟ يعني خلاص هون الذكور مثل الإناث، متممة مستواها طبيعي. هي شغلة كتير مهمة. الدبل ستراند سلبي، هدول الشغلتين موجودين، هذا الشيء كتير بوجهني نحو الذئبة المحرضة للأدوية، بغض النظر عن وجود أضداد الاسترون ولا لا. طبعا وجودها كتير بدعم التشخيص مثل ما شفنا بحالة امبارح، بس يعني غيابها لا ينفي في حال أنا متوجهة سريريا مثل هون. وفي شغلة مميزة بالذئبة المحرضة للأدوية، إنه أعراضها السريرية أخف، يعني ما في اصابات عصبيه كلويه. هالاصابات هي الخطيره اللي بشوفها بالذئبه ما بلاقيها هون، غالبا بتكون جلديه. ما ننسى هاي المعلومه، مشان هيك كتير 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 بتفوت بالحيط او بتفوت بالتشخيص التفريقي مع هدول شو اسمهم، التحسسات او التفاعلات الدوائيه الضيائيه مثل هون، تمام؟ فما ننسى هاي الحاله كتير مميزه من الناحيه العمليه. ولا ننسى السلفاسلازين. وشو تلكون كمان ادويه اذا بتتذكروا بحاله الترجمه؟ تركون 3 أدوية ما تنسوا لي اياهم. ليدوكاين ايه ليدوكاين لا بروكاين اميد، اي واحد من هدول تبعات القلبية. تمام، بروكاين اميد وهيدرالازين. يعني عليك هيدرالازين اول دواء اصلا اكتشفوا علاقة الذئبة فيه، هو اول دواء اكتشفوا علاقة الجينات بالأدوية من خلاله يعني. فالهيدرالازين اللي هو موسع وعائي يستخدم بالإرجاج، هذا الدواء اول دواء واكثر دواء يعني مشهور. بروكاين اميد وسلفاسلازين، يمكن ايزونيازيد كمان، ديبنسلامين على ما اذكر تبع الويلسون يعني. ففي كذا دواء بيطلعوا لهم شي 10 أدوية او اقل شوي، هدول الشهيرين ومنهم السلفاسلازين. فانا هون بس من ناحية المنهاج احفظ هدول الـ6 عبارات حتى مو جبال، انه الذكور تساوي الاناث، دبل ستراند سلبي والمتممة لا تنخفض ولا اصابات خطيرة عصبية أو كلوية، وأضداد الستون شبهها إيجابي. طيب بكفي هون هلأ.